مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، بحييكم من العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا من أمام فندق لوتا بلازا، الفندق الذي يقيم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له. احنا طبعا بنتكلم مع حضراتكم من العاصمة الروسية في إطار تغطيتنا الخاصة للزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا الاتحادية. زي ما حضراتكم عارفين، الرئيس السيسي وصل اليوم إلى موسكو، وكان في استقباله ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسي. النهاردة الرئيس ما كانش عنده نشاطات إلا نشاط واحد فقط، هو لقائه مع تيجران ساركيسيان، وده رئيس وزراء أرمينيا السابق اللي بيرأس الآن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي. وطبعا هذا الاتحاد هو تكتل اقتصادي إقليمي واعد جدا، وأسهمه عالية جدا في الفترة الأخيرة. الاتحاد الأوراسي مكون من 5 دول، هي روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان وقرغيزستان، وطبعا يجمع بين هذه الدول جميعها مصالح اقتصادية. تحاول مصر وتسعى بدأب لكي تكون هناك شراكة اقتصادية بينها وبين الاتحاد الأوراسي. في اللحظات ربما التي أتحدث إليكم فيها يعقد الرئيس السيسي لقائه مع رئيس المفوضية الاقتصادية لهذا الاتحاد السيد ساركيسيان. لكن طبعا اليوم الثاني في الزيارة اللي هو بكرة إن شاء الله الثلاث، هيكون في برنامج حافل للرئيس السيسي في العاصمة الروسية. هيضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حوالي الساعة 10 صباحا، ومن ثم يتوجه إلى مجلس الفيدرالية الروسي. مجلس الفيدرالية الروسي هو الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي، المكون من غرفتين، غرفة أعلى هو المجلس الفيدرالي وغرفة أدنى وهو مجلس الدوما. يمكن في هذا المبنى، مبنى الفيدرالية، سيحدث حدث لم يتكرر، لم يحدث من قبل، وهو أنه الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أول زعيم عربي أفريقي أجنبي، أول زعيم أجنبي يلقي كلمة داخل مجلس الفيدرالية، وستكون في استقباله السيدة فالنتينا ماتفيينكا رئيسة مجلس الفيدرالية اللي هو يعني زي مجلس الشيوخ في بعض البلدان. تم دعوة جميع رؤساء اللجان داخل المجلس، لأنه المجلس الآن في أجازة، لكنه تم دعوة جميع رؤساء اللجان لكي يحضروا هذه الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. من ثم ستكون هناك أيضا لفتة يعني غاية في الأهمية، وهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. ديمتري ميدفيديف طبعا الذي يشكل الضلع الثاني في الثنائي الحاكم في روسيا. ميدفيديف كان رئيس من سنة 2008 إلى 2012، الآن يرأس الحكومة الروسية. وطبعا عندما يدعو ميدفيديف الرئيس المصري إلى منزله، إلى مقر إقامته، فيجب أن يكون هناك يعني أكثر من اهتمام بهذه النقطة، لأنها لفتة لم تتكرر ولا تتكرر في الحياة السياسية الروسية. هذا يعكس مدى الاهتمام ومدى الاحترام الذي يحظى به الرئيس السيسي والذي تحظى به الدولة المصرية هنا في روسيا. بعد ذلك سيتوجه الرئيس إلى سوتشي، منتجع سوتشي على البحر الأسود، حيث سيعقد القمة المرتقبة بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء. وطبعا سنكون معكم غدا وبعد غدا، لكن خلونا الآن نستعرض كده بشكل يعني أساسي وبشكل موسع ما أبعاد هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، ولقائه التاسع الذي يجمعه مع الرئيس فلاديمير بوتين. اسمحوا لي أرحب
بضيفي العزيز الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ ياسر. أهلا أستاذ عمرو. ومنور موسكو. ربنا يخليك بوجودك ووجود سيادة الرئيس والوفد. سيادة الرئيس ليست المرة الأولى التي يزور فيها روسيا. ما وجه الاختلاف؟ ما وجه التميز الذي تحظى به الزيارة هذه المرة؟ يعني أعتقد أن هذه الزيارة هي إطلالة أبعد إلى المستقبل. لو قلنا في هذا هو اللقاء التاسع، اللقاء الأول كان الرئيس السيسي وزيرا للدفاع وكان حصل على رتبة المشير، وفاكرين عندما أهدى الرئيس بوتين السترة اللي عليها النجمة الحمراء الكبيرة، الناس احترت فيها دي رتبة المارشال في الاتحاد السوفيتي، وكان ده تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدث فيها إحياء للتعاون العسكري التاريخي بين مصر وروسيا في هذه الزيارة. ومن بعدها الحقيقة في الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حوالي شهر وأقل من شهرين من توليه رئاسة الجمهورية، كان في شهر أغسطس 2014، كانت الزيارة لسوتشي. وفي هذه الزيارة جرى إعادة إطلاق العلاقات المصرية الروسية بعد الجمود الذي سادها خلال بعد إلغاء معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية عام 1974، ثم التردي الذي لحق بها بعد ذلك. في بالأخص حضرتك يمكن كنت حاضر لقاء الدكتور محمد مرسي مع الرئيس بوتين والمهانة التي يعني واجهها الرئيس. أنا ما كنتش حاضر اللقاء بس كنت متابعه. إن الجماعة الإخوان هي جماعة إرهابية في روسيا، فكان في حرج للرئيس الروسي أن يلتقي بزعيم الإرهابيين حتى لو كان في منصب رئيس مصر، والحقيقة يعني كان شيء مهين لمصر بغض النظر عن أن اللي موجود كان الشعب رفضه في ذلك التوقيت. لكن الزيارة اللي بعدها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى 13 ساعة لم يفارق الرئيس بوتين الرئيس السيسي، واصطحبوا في كل مكان. وفي هذه الزيارة قرر إهداء مصر لانش الصواريخ من طراز مولينا اللي عبر قناة السويس في افتتاحها مع الفرقاطة فريم في نفس. الرئيس السيسي كان على اليخت الحرية المحروسة، وكان في هذه القافلة كان الفرقاطة الفرنسية فريم واللانش الروسي مولينا. اللي قلنا ان اللي بيميز الزيارة دي، احنا الزيارة الأولى كانت إعادة إطلاق للعلاقات المصرية الروسية، الزيارات المتتالية كانت تأطير العلاقات المصرية الروسية. يعني وقعنا بالأحرف الأولى على اتفاق التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين مصر وروسيا. الآن وفي هذه الزيارة خلينا نقول دلوقتي، الآن الرئيس مجتمع مع المفوض ساركيسيان الاتحاد الأوراسي، مفوض الاقتصادي للاتحاد الأوراسي أو رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، في ختام هذا اللقاء الدائري. الآن أعتقد أنه سوف يعلن عن موعد الجولة الأولى من مفاوضات إنشاء الاتحاد الجمركي بين مصر والاتحاد الأوراسي. إيه اللي هتستفيده مصر من الاتحاد الجمركي؟ أن الصادرات المصرية ستدخل إلى الدول الخمس المكونة اللي حضرتك وضحتها، اللي مكونة لهذا الاتحاد، وهي روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. هتخش الصادرات المصرية بلا أي عوائق، وده هينشط يزيد يعد الميزان التجاري أيضا لصالح مصر، يزيد من الصادرات المصرية الزراعية وغيرها أيضا بالنسبة للاستثمار. يعني أشياء كثيرة جدا، وده بينعكس في الآخر على فرص العمل في مصر وعلى زيادة الناتج القومي وعلى أشياء كثيرة جدا. خلينا في النقطة دي يا أستاذ ياسر، يعني روسيا هي اللاعب الأكبر والأهم في هذا الاتحاد، هل معنى كده أن روسيا تساعد وتدعم شراكة مميزة لمصر مع الاتحاد؟ بالتأكيد، وأعتقد أن كان في إرادة مشتركة في مسألة الاتحاد أسف منطقة التجارة الحرة، لأن إن شاء الله تتحول بعد ذلك إلى اتحاد جمركي وهو بدون أي ضرائب ولا رسوم جمركية. دي مرحلة تالية للاتحاد للمنطقة التجارة الحرة. لكن خلينا نقول إن ده دليل على الاهتمام الذي توليه روسيا
للعلاقات، ليست مجرد علاقات تاريخية إنما لأفاق المستقبل في العلاقات المصرية. احنا قلنا احنا وقعنا بالأحرف الأولى في زيارات سابقة، في هذه الزيارة منتظر خلال مباحثات القمة بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين. هو مش مجرد الرئيس السيسي، البعض متصور ان هو جاي عشان نتكلم على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمقاصد السياحية المصرية بعد استئنافها بين القاهرة وموسكو. الحقيقة المسألة أكبر من كده، لأن ما فيش عقبات تقريبا. السائح الروسي بيأتي إلى مصر عن طريق مكان ثالث، حتى برحلات الشارتر بتنزل في دول أخرى وبتطلع بعد كده المقاصد ساحل شرم الشيخ والغردقة وغيرها. مش دي المشكلة، احنا بنتكلم على توقيع على اتفاقية شراكة شاملة وتحالف استراتيجي مع القوة الشاملة الثانية في العالم. نتكلم على روسيا، ما ننساش ان روسيا هي القوة العسكرية الأولى المكرر في العالم. البعض يراها انها من التسليح النووي أقوى من الولايات المتحدة، ما زالت تملك التأثير على الاقتصاد العالمي. هي دولة بترولية ضخمة وأكبر احتياطي موجود في روسيا، دولة متنوعة الموارد، دولة مساحتها 17 مليون كيلو متر مربع، كفاية نقول إنها روسيا والمشاهد عارف يعني إيه روسيا. التعاون بنقول ليه تعاون استراتيجي، لا اقتصر على التعاون التجاري أو الاستثماري، سواء استثمارات روسية في مصر زي منطقة التجارة، زي منطقة المنطقة الصناعية في قناة السويس هتوفر 35 ألف فرصة عمل، أو زيادة التبادل التجاري اللي حجمه ضخم 6.5 مليار دولار سنويا. بنتكلم على تعاون في مجالات أخرى، التعاون العسكري يعني ليس خفيا أن في تعاون في مجالات الدفاع الجوي وفي مجالات القوات البرية وفي مجالات القوات الجوية. احنا حتى في حديث عن ان حاملتين الطائرات اللي حصلت عليهم مصر، انور السادات وجمال عبد الناصر من فرنسا، لم يكن لمصر ان تحصل عليها الا باراده روسيه، لان هم في الاصل تم تصنيعهم لحساب روسيا وحسد زي ما احنا عارفين الخلافات الاوروبيه الروسيه بسبب الحرب، سبب شبه جزيره القرم والمشكله مع اوكرانيا. فلولا موافقه او خلينا نقول الجرين كارد اللي اديته روسيا لفرنسا، ما كانتش مصر حصلت على حاملتين الهليكوبتر. الطائرات الهليكوبتر اللي هتحصل عليها مصر من روسيا هي الطائرات المصممه عليها حاملتين الطائرات انها تحملهم، طائرات من طراز كاموف او التمساح او K52. ايضا في خلال الفتره القادمه سوف يتم الاعلان عن التعاون مصري روسي في مجال المقاتلات، وده في إطار التحديث الشامل اللي بتشهده القوات المسلحة في كل المجالات وسياسة تنويع مصادر السلاح. ده التعاون الاستراتيجي. يمكن في هذه النقطة تحديدا أستاذ ياسر، بعد هذا اللقاء يبث على يعني شاشتنا لقاء أجريته امبارح أنا في القاهرة مع رئيس تتارستان رستم مينخانوف، اللي برضو اتكلم تحديدا على القدرات الكبيرة لجمهورية تتارستان الروسية، خاصة في تصنيع مروحيات المي ام اي 8 108 او 117 بالضبط. وبيقول ان احنا يعني هنكون سعداء لو يعني حصل في تعاون بين مصر وبين روسيا في هذا المجال. وفي تعاون مستمر طبعا، لان احنا يعني على الاقل هو معروف 108 و 117 دي طائرات الهليكوبتر الرئيسيه للنقل، نقل الافراد ونقل القاده وغيره اللي في السلاح الجوي المصري منذ الستينات وطرازاتها المختلفة. طبعا روسيا مش مقتصرة المسألة، موجودة دي جمهوريات تابعة لها فيها أجزاء كثيرة جدا من التصنيع، من أول معدات الزراعية ومعدات الري لحد الأسلحة شديدة التقدم أو صناعات فائقة التقدم. نعم، بنتكلم على احنا بنقول على أهمية روسيا، أهمية مصر بالنسبة لروسيا. مصر تحتل الموقع الجيوستراتيجي الأهم في منطقة الشرق الأوسط على اتساعها، على البحر المتوسط، ومدخل روسيا البحر المتوسط هو مضيق البوسفور مع البحر الأسود إلى البحر المتوسط. مصر تطلع على البحر المتوسط، عندها قناة السويس،
في أهمية بالغة لقناة السويس البحر الأحمر. عارفين الوجود البحري الروسي موجود في البحر الأحمر وموجود في البحر المتوسط كقوة عظمى حقيقية. أهمية مصر بالنسبة لروسيا في العلاقات التاريخية بين مصر وسوريا، اهتمام مصر بمستقبل سوريا، الجوار الجغرافي لمصر مع ليبيا وأهمية ليبيا بالنسبة لروسيا. كذلك عايز أقول الدور المصري المحوري في منطقة البحر الأحمر، العلاقات المصرية الإثيوبية، العلاقات المصرية الصومالية، اهتمام مصر بقضية اليمن كدولة عربية شقيقة. الحقيقة ان كل ده في تقارب، خلينا نقول مصري روسي، في وجهات النظر تجاه التعامل مع هذه الملفات والأزمات بحكم الخبرة الروسية بالمنطقة تكون اكثر من بعض الدول الأوروبية. في اخطاء كثيرة حدثت من دول أوروبية واعترفوا للرئيس السيسي بان مصر كانت رؤيتها اعمق، وطبعا مصر فهمها ادق لكل هذه القضايا، وايضا القضية الفلسطينية. احنا عارفين موقف الروسي من قضية القدس، وعارفين موقف الروسي من اعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس. وما ننساش ان احنا انتصرنا في حرب 73 بالسلاح الروسي، في الوقت ان السلاح الامريكي وقتها كان في ايدين اسرائيل، وهو اللي كان بيساند العدوان الاسرائيلي من 67 وضدنا في حرب الاستنزاف في 73. طبعا الدنيا بتتغير، لكن في اشياء يجب الا تغيب في الذاكره. نعم. طيب استاذ ياسر، واحنا يعني في المقدمه اللي انا يعني قلتها بقول انه في لفتات كده ما بتحصلش كتير لما بيجي ضيف كبير لموسكو، منها مثلا انه بكره رئيس الوزراء ميدفيديف بيدعو الرئيس السيسي لزيارته في مقر اقامته، في منزله. دي مش مسبوقه. وبعدين ميدفيديف مش مجرد رئيس وزراء، هو خلينا نقول اقرب الى الرئيس المناوب، ده لسه كان رئيس جمهوريه، يعني ليه وضع مختلف عن رئيس وزراء اي دوله فيها رئيس الجمهوريه هو رئيس السلطه التنفيذيه. لا، هو هنا ليه وضع كبير وليه تقدير كبير، وهو من اصدقاء مصر. علشان برضو واحنا بنتكلم عن النشاط الدبلوماسي للرئيس السيسي، الزيارات المتتالية لعواصم مهمة، ويمكن كنا مع حضرتك في نيويورك من حوالي أقل من أسبوعين، ولقاءاته اللي عملها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاءه مع الرئيس ترامب، قبلها كان في الصين، النهاردة في روسيا. ثلاث قوى الكبرى في العالم في خلال خلينا نقول أقل من 30 يوم تقريبا أو شهر. ما اعتقدش ان في حد اي قوة اقليمية التقت بكل هذا، يعني ده في تقدير لمصر وتقدير لشخصية الرئيس. انت بتقابل رئيس الصين، بعدين رئيس الولايات المتحدة الامريكية، ونلاحظ لو نرجع كده في نيويورك، الولايات المتحدة بيجري على ارضها هذا المحفل السنوي اللي هو اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، موجود اكتر من 140 رئيس دولة. ورغم هذا السنة دي والسنة اللي فاتت في 4-5 من رؤساء دول العالم بيقابلهم الرئيس الأمريكي، في كل مرة كان الرئيس المصري. فده تقدير لدور مصر، 4-5 من 140 أو 150 زعيم دولة بيلتقي بيهم. ثم اللقاءات اللي عقدها الرئيس السيسي مع قادة من مختلف قارات العالم، ثم الآن الرئيس في زيارة رسمية لروسيا بيلتقي بالرئيس الروسي. زيارة زي ما بنقول مش مجرد حفاوة، لكن هو أول زعيم أجنبي بيتحدث أمام الغرفة الأولى الأهم اللي هي المجلس الفيدرالية الروسي، زي مجلس الشيوخ زي ما حضرتك أشرت في المقدمة. وفي غير انعقاده وبيجمع كل هذا العدد من رؤساء اللجان وغيرهم بيتحدث أمامهم باسم مصر، ثم يدعى إلى منزل الرئيس الوزراء، ثم ما سوف نشاهده
من جانب الرئيس الروسي عند وصول الرئيس المصري إلى سوتشي، ثم في خلال المباحثات الرسمية، ثم ما سوف تتمخض عنه هذه الزيارة على صعيد التعاون الثنائي المصري الروسي، ثم التعاون الإقليمي بين الدولتين في حل القضايا. وأعتقد التنسيق مهم جدا بين الدولتين في هذا الصدد. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، شكرا جزيلا. وهنتابع مع حضرتك طبعا يعني جدول الرئيس في موسكو إن شاء الله، ويكون الجو زي كده. إحنا واقفين في الشارع وفي موسكو ومش لابسين، ان شاء الله يستمر الجو كده طول الزياره. هو في صالحنا دلوقتي الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ ياسر. زي ما قال الاستاذ ياسر، يعني زياره مختلفه في شكلها وفي مضمونها لروسيا الاتحاديه. مش اول مره يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا الى موسكو، لكنها ربما المره الاولى اللي تحصل فيها يعني فعاليات مختلفه، فعاليات لم يحظى بها رئيس من قبل، انه يتحدث امام مجلس الشيوخ الروسي او اللي هو مجلس الفيدرالية، انه يدعى الى منزل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، انه بكره زي ما قلنا لحضراتكم قد يعقد لقاء يسبق القمة المصرية الروسية، قد يعقد لقاء في سوتشي بالليل بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منتجع سوتشي على البحر الأسود، قد يعقد لقاء يعني لقاء ربما غير رسمي بينه وما بين الرئيس فلاديمير بوتين، وطبعا يوم الأربعاء بإذن الله القمة المنتظرة التي تجمع الرئيسين بوتين والسيسي. زي ما قلنا لحضراتكم، يمكن الشق الاقتصادي مهم جدا في هذه الزيارة، وشق الاقتصادي دائما ما يكون في يعني أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يذهب لأي مدينة أو لأي عاصمة عالمية. زي ما احنا شفنا اجتماعاته اللي كانت في نيويورك في هامش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان هناك يعني رغبة قوية جدا ومساعي حثيثة من الرئيس السيسي أنه يستغل كل وقت وكل فرصة من أجل دراسة ومن أجل مناقشة المسائل الاقتصادية. اجتماعاته مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ستعقد هنا في موسكو اجتماعات مشابهة. وعندما يعني ذكرت لكم في البداية أنه أنا أتحدث الآن بينما الرئيس هنا في مقر الإقامة يحاور ويتناقش ويجتمع مع المسؤولين قادة ما يعرف بالاتحاد الأوراسي الذي يضم خمس دول، هي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا، خمس دول يشكلون فيما بينهم اتحاد اقتصادي، اتحاد جمركي. يعني هذه التجربة الفريدة لفتت انتباه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم جاءت على جدول اهتماماته في هذه الزيارة لكي تكتمل الصورة، تكتمل صورة الزيارة بشقيها الاقتصادي والسياسي. العلاقات المصرية الروسية علاقات متنامية، ولا يمكن كما قال الأستاذ ياسر رزق لا يمكن حصرها في مسائل من نوعية عودة الطيران العارض إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة طبعا شرم الشيخ والغردقة. ربما سيحدث تقدم في هذا الملف، لكن يعني بعيدا عن هذه النقطة تحديدا، هناك تنامي حثيث جدا في هذه العلاقات المتميزة منذ عشرات السنين. يمكن واحنا بنتكلم دلوقتي في انتظار خروج السيد ساركسيان المفوض أو رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، وربما لن يختلف الأمر كثيرا عما ذكره الأستاذ ياسر رزق من أنه ستطلق الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي من أجل أن تكون هناك علاقات وشراكة مميزة بين مصر ودول هذا التجمع الاقتصادي المهم جدا. خلينا نقول لحضراتكم أن احنا نكون معاكم إن شاء الله بكرة لتغطية
اليوم الهام في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، وكلمته أمام مجلس الفيدرالية، والتي سيسبقها وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. وطبعا هذه نقطة يعني يحرص ضيوف روسيا على أن يقوموا بها تكريما لضحايا روسيا في الحروب، لا سيما الحرب الوطنية العظمى أو الحرب العالمية الثانية كما يطلق عليها هنا في روسيا. أجواء حميمية بالفعل يعني تسود هذه الاجتماعات وهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى روسيا. يمكن في إطار متابعتنا للشأن الروسي وفي إطار تغطيتنا الخاصة لهذه الزيارة كان فيه شق مهم جدا، لكن هذا الشق ليس مكانه في موسكو بل في القاهرة. امبارح احنا التقينا مع الرئيس روستوم مينيخانوف، وهو رئيس جمهورية تتارستان الروسية، جمهورية مهمة جدا داخل الاتحاد الروسي، داخل الفيدرالية الروسية، يقوم بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتقى بالفعل بالأمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، وأنا قمت بإجراء حوار معه، مع الرئيس مينيخانوف، مساء أمس قبل سفري إلى موسكو. الرئيس مينيخانوف من الشخصيات المؤثرة جدا على الساحة السياسية الروسية، لأنه تتارستان مكون هام جدا من مكونات الفيدرالية الروسية، جمهورية ذات حكم ذاتي لكنها تبع الاتحاد الروسي، لديها مقومات اقتصادية، في مصانع طائرات حربية، في مصانع هليكوبتر، في معامل ومصانع تكرير بترول، يعني جمهورية لها وضع خاص لدى الدولة الروسية ولدى القيادة الروسية، لا سيما الرئيس فلاديمير بوتين. لذلك حرصنا على لقاء الرئيس مينيخانوف رئيس تتارستان أمس في القاهرة، مباشرة بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية. وكان انطباع الرئيس التتاري انطباع رائع جدا من هذا اللقاء الذي جمعه مع الرئيس السيسي. تمت مناقشة قضايا اقتصادية وثقافية وسياسية في هذا اللقاء. أشاد الرئيس التتاري بالدور الذي تقوم به مصر في مكافحة الإرهاب، أشاد بتنامي مضطرد في العلاقات المصرية الروسية. إجمالا يعني كان اللقاء مهم جدا، وحرصنا على أن يكون في إطار تغطيتنا الخاصة، تغطية قناة تن، للزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى روسيا. يعني لدينا شق مصري في هذه التغطية وهو لقائنا مع رئيس تتارستان، وشق روسي طبعا نقوم به هنا في العاصمة موسكو وسنستكمله غدا إن شاء الله، وبعد غدا بإذن الله سنطير إلى سوتشي حيث لقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي. قبل ما أسيب حضراتكم الآن، احنا عملنا تقرير عن جمهورية تتارستان الروسية علشان المشاهد يعرف هذه معلومات مهمة عن هذه الجمهورية. زي ما قلنا الاتحاد الروسي مكون من جمهوريات ذات حكم ذاتي، مكون من أقاليم، وجمهورية تتارستان زيها زي جمهورية الشيشان الشهيرة طبعا، إحدى المكونات الفيدرالية أو الكيانات الفيدرالية المهمة جدا التي تتكون منها روسيا الاتحادية. وقيادة الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا يعني يعتبر أن لتتارستان وللشيشان ولغيرها من الجمهوريات وضع خاص داخل الدولة الروسية. لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الذي يوضح لحضراتكم ما هي جمهورية تتارستان، وبعد التقرير إن شاء الله نعرض على حضراتكم اللقاء الحصري الذي أجريناه مع الرئيس التتري روستوم مينيخانوف. وزي ما قلنا لحضراتكم إن شاء الله بكرة هنستكمل تغطيتنا الخاصة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا الاتحادية. على ضفاف نهر الفولجا في قلب روسيا، يقع أحد الكيانات الفيدرالية في روسيا المعروف بجمهورية تتارستان،
الجمهورية التي وحدت على مر التاريخ بين نوعين من الثقافات والتقاليد. تبعد تتارستان مسافة 800 كيلومتر شرق موسكو، ويبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين ساكن من مختلف المجموعات العرقية، وهناك نحو 2 مليون مسلم ومليون ونصف المليون من الروس الأرثوذكس وعدد كبير من المجموعات العرقية الأخرى. عاصمتها قازان، وهي مدينة فريدة وجميلة عمرها أكثر من 1000 سنة، وهي مزيج مثالي بين التاريخ والبنية التحتية الحديثة، ولقبت بالعاصمة الثالثة بعد موسكو وسان بطرسبرغ، وتعتبر إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرة في روسيا، حيث يمكن لزائرها التجول في يوم واحد داخل المدينة لرؤية مسجد كول شريف وبرج سيونغ بيك والكاتدرائية وملعب كرة القدم المصنف بأعلى مواصفات الفيفا ودار الأوبرا الأسطورية والقصور من جميع العصور. ساعات قليلة جنوب قازان تمكنك من استكشاف منبع الإسلام في روسيا، وهي مدينة بولغار العتيقة والتي تعد واحدة من المراكز التاريخية الأكثر شهرة في تتارستان، والتي أضيفت مؤخرا إلى قائمة التراث العالمية. في نهاية فترة حكم الرئيس السوفيتي غورباتشوف، أعلنت تتارستان استقلالها في 30 مارس 1990، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين قازان وموسكو في مارس 1992، تمت فيها صيغة جديدة من الاستقلال ولكن ضمن الفيدرالية الروسية. وفي فبراير 1994 ارتقت مذكرة التفاهم إلى مستوى معاهدة وقع عليها الجانبان، ونصت على التفويض المتبادل للسلطة بين موسكو وقازان، وعدت هذه العلاقة مثالاً يحتذى بين موسكو وباقي الأقاليم الإدارية فيما صار يعرف باسم المسار التتارستاني. أما عن التعليم في تتارستان فقد بلغ مستوى عالي، حيث أقيمت جامعة وذلك في عام 1804، وهناك في مدينة قازان اليوم 30 مؤسسة تعليمية عليا، بما فيها معهد الموسيقى العالي الذي تعلم فيه كثير من الموسيقيين المعروفين. وتعد تتارستان واحدة من أهم مناطق إنتاج وتصنيع النفط في روسيا، ومن تتارستان يبدأ خط أنابيب البترول إلى شرق أوروبا المعروف باسم خط الصداقة، وبالأراضي التترية موارد معدنية وزراعية متعددة، وهو ما ينعكس على درجة معيشة السكان التي تبدو أفضل من نظيرتها في كثير من الأقاليم الروسية. وبثروتها المائية والغابية وتربتها الخصبة تعد مركزاً صناعياً مهماً لروسيا. كما تحتل صناعة الطائرات من طراز توبوليف 214 من بين الصناعات الأبرز في هذا البلد، إلى جانب الصناعات الهندسية والمنسوجات والملابس والأخشاب والصناعات الغذائية وصناعة السيارات. جولة في هذا البلد السوفيتي تجعلك على موعد مع دولة يتزامن فيها التاريخ والمستقبل والثقافات وتعايش الأديان في سلام ووئام. في خضم الحديث عن العلاقات المصرية الروسية، سجلنا هذا الحوار مع أحد كبار المسؤولين الروس الذي يزور القاهرة، والتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة قبل أن يطير الرئيس السيسي إلى موسكو. ضيفي وضيفكم هو رئيس جمهورية تتارستان الروسية السيد رستم مينخانوف، اللي التقى مع الرئيس السيسي قبل ساعات من إجراء هذا الحوار. لذلك سنبدأ أولا بالترحيب بالسيد رئيس جمهورية تتارستان. سيد الرئيس، شكرا لسيادتكم على إتاحة الفرصة لمحادثتكم. شكرا لكم. سيد الرئيس، نجري هذا الحوار بعد ساعات قليلة من لقائك مع الرئيس السيسي، وأود أن أعرف ما هي انطباعاتك عن الحوار الذي تم بينكما. قبل كل شيء أنا أشكر الاهتمام الكبير الذي تمتع به وفدنا، وعلى أن السيد الرئيس خصص وقتا في جدوله وناقش معنا بالتفصيل جميع الفرص الممكنة للتعاون بيننا.
وأتيحت لي فرصة أن أتحدث عن القدرة المتوقعة لجمهوريتنا. والسيد الرئيس كان لديه العديد من المعلومات وكان يسعدنا المناقشة معه في طرق تعاوننا. نحن أقليم ذو قوميات متعددة، ولكن أغلبية سكاننا ممثل الدين الإسلامي، ولغتنا هي اللغة التترية، والتتر هم القومية الثانية في روسيا، وفي لغتنا يوجد العديد من الكلمات العربية، حول 15% من الكلمات هي كلمات عربية. كنت أعرف أنه كثير، ولكن لم أعرف أنه 15%. ليس أقل من 15% كما يقولون زملائي. وجدير بالذكر أن قبل عام 1918 كان لدى التتر الكتابة العربية، فجميع المستندات والكتب وأعمال رجال الدين كانت تنشر باللغة العربية. كما أتذكر أيضا أن جدتي كانت تكتب وتقرأ بالعربية. بالعربية. ولماذا أنتم لا تتحدثون العربية؟ هذا تقصير كبير مني. ليس متأخرا. ولكني أعتقد عند وجود الرغبة حضرتكم تعلمتم الروسية دون أن تعرفونها إطلاقا. أما لدي 15% من الكلمات العربية وأضيف عليها 50%، فسيمكنني أن أتكلم. لذلك التاريخ والتقاليد والدين الواحد يجعلون أن نتقارب، فبالطبع يجب علينا أن نستغل هذا العامل. ناقشنا اليوم العديد من الاتجاهات لتعاوننا. قبل كل شيء هي العلاقات التجارية الاقتصادية، وهي اليوم على مستوى غير مرتفع بعد. بالرغم من القدرة العملاقة، جمهوريتنا صناعية جدا. لدينا صناعة السيارات والطيارات والطيارات العمودية. أود أن أسأل عن هذا أيضا، آسف على قطع كلامكم، ولكن كلي من فضلك، من أجل مشاهدينا، كيف يمكننا أن نقدم تترستان؟ عندما نتكلم عن تترستان كإحدى الكيانات لروسيا الفيدرالية، الناس أو الكثيرون من الناس يتلخبطون، هم يعتقدون أنها دولة مستقلة إلى آخره. ريسبوبليك تترستان هي أحد الفيدوشيخ سوبيكتف روسيسكي فيدراتسي. جمهورية تترستان هي إحدى الكيانات الكبرى لروسيا الاتحادية. يتكون هيكل دولة روسيا الاتحادية من الكيانات، وكياننا له دستوره ورئيسه وحكومته، وفي نفس الوقت نحن وحدة متكاملة في دولتنا الروسية. غرضنا هو السكان ومستوى المعيشة والاقتصاد وكذلك العلاقات الدولية. أما بالنسبة لمسائل السياسة الدولية والدفاع والحقوق، فهي بالطبع صلاحيات فيدرالية، أي لدينا صلاحيات تؤهلنا أن نعمل بنشاط بحجم القانون الفيدرالي وقانون جمهوريتنا. نديلني теми полномочиями, которые позволяют нам активно работать, ну, как бы масштабах того законодательства федерального и законодательства нашей республики. عدد السكان حوالي 4 ملايين، أليس كذلك؟ 3,900,000. территория нашей республики 68,000 квадратных. 3,900,000 ومساحة جمهوريتنا 68,000 كيلومتر مربع. نقع على بعد 800 كيلومتر شرق موسكو في مكان جميل ورائع، حيث يلتقي نهران كبيران فولجا وكاما. وفي نفس الوقت نحن متطورون صناعيا بشكل جدي. لدينا صناعة البترول وصناعة تكرير البترول وكيمياء البترول، وكما ذكرت نبني الطائرات والطائرات العمودية والسفن والسيارات، وهذا يتيح لنا فرصة الخروج إلى الأسواق الخارجية. 50% من إنتاجنا الصناعي يتم تصديره. Тот задел, который позволяет нам активно, в том числе, работать и на внешние рынки. 50% нашей промышленной продукции это
يدوتنا اكسبرت وفي نمنشكا داجي وبامنولي تشتو تفارا بارو. ذكرنا ان تداول البضائع بين تتارستان ومصر ليس كبير، ففي عام 2017 اصبح 23 مليون دولار امريكي فقط، وهذا قليل جدا. مليون دولار نو 16 году 160 было. Но знаете, вот я считаю, что, наверное, здесь هل تعرفون؟ ربما هنا الأسباب. أولاً، الأوضاع في بلدكم في السنوات الأخيرة لم تكن مستقرة، واليوم الحمد لله سيطر الهدوء على البلاد وأتى السلام والوفاق وتوقعات كبيرة لارتفاع الاقتصاد، وهنا عليكم أن تكونوا نشطاء. ولهذه الأسباب وفدنا الكبير وأعضاء الحكومة ورؤساء المصانع الكبرى ومن الأهم منشآتنا التعليمية معنا هنا. Мы тоже должны проявить свою активность. Не зря наша большая делегация и члены правительства и руководители наших крупных предприятий. Но и самое главное наши образовательные структуры, они вместе с нами здесь. Отлично. А вернемся к вашей встрече с президентом Сиси. Конечно, вы представляете Россию. لنعود إلى لقائكم مع الرئيس السيسي. ما تقييمكم للعلاقات المصرية الروسية في الوقت الحالي؟ Знаете, вот по большому счету наши страны они всегда были стратегическими партнерами. Возможно, какие-то там шероховатости на каких-то этапах были, но بالفعل كان بلدين شريكين استراتيجيين دائما. ربما ظهرت هناك بعض الصعوبات في مراحل مختلفة، ولكن رئيسينا رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين يفهمان بعضهما البعض. زيارتهما العديدة، زار رئيس روسيا مصر وننتظر زيارة السيد الرئيس المصري، ويعملان الكثير من أجل الاستقرار والاستقرار العالمي. وليس سرا أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة بؤر متوترة. Это напряженные точки в мире, и вот главы наших государств привносят очень много, чтобы стабилизировать это. يساهم رؤساء بلدينا مساهمة عظيمة في عمل استقرار المنطقة. أعتقد أنه كان وما زال بلدين شريكين استراتيجيين. مصر من أكبر دول المنطقة، دولة ذات قدرة وقوة، ووضعها الجغرافي السياسي مهم للغاية، وبالطبع عدد السكان نحو 100 مليون، هذه قدرة عملاقة يجب أن تستغلوها. علاقتنا التاريخية من ضمنها جمهورية تترستان ربما ساهمت بشكل مثمر من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. в том числе, скажем, Республика Татарстан, она по-своему могла привнести какие-то плоды в отношении между нашими странами. Отлично. Шла ли речь в تمام. هل دار الحديث في لقائكم مع الرئيس عن مكافحة الإرهاب، أقصد الإرهاب الدولي؟ Да. Значит, я должен сказать, мы не только экономические вопросы обсудили. Мы ведь в России проживает более 20 миллионов мусульман. نعم، يجب أن أقول أننا ناقشنا ليس فقط مسائل اقتصادية. في روسيا يعيش فوق 20 مليون مسلم، ويمكننا أن نرى أن ظهور التحولات الجديدة والأشكال الجديدة للإسلام أمر خطير للغاية. روسيا دولة الإسلام المعتدل التقليدي، مصر كذلك. بالطبع ينشر الإسلام خيرا فقط وليس العنف والتكبر، ولذلك دور الأشخاص الذين يعملون في المساجد رجال الدين الذين ينشرون الدعوة ويخطبون مهم جدا، وأنا أثرت هذا الموضوع. работают наших мечетях тех богословов, которые делают проповеди. Эту тему и я тоже поднимал, и, конечно же, مع الرئيس السيسي. Да, при встрече и президент. نعم، أثناء اللقاء والرئيس المصري يعمل كثيرا من أجل هذا كما نرى. من أجل مكافحة الإرهاب. Да, борьбе с терроризмом. نعم، من أجل مكافحة الإرهاب، وهذا شكل من أشكال المكافحة. والمكافحة
هي ليس فقط مكافحة بؤر الإرهاب، ولكن أيضا العمل على عدم ظهور هذه البؤر. فبالطبع ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل. Как вы упомянули тоже, вот сейчас предстоит كما ذكرنا، نحن في انتظار اللقاء التاسع بين السيد بوتين والسيد السيسي بمدينة سوتشي على البحر الأسود. ودائما عند الحديث عن مكافحة الإرهاب يتم مناقشة التعاون بين مصر وروسيا في هذا المجال. هل من المنتظر استخدام أشكال جديدة للتعاون في هذا المجال؟ Знаете, я уверен, что и наш визит, вот мы в 2015 году были здесь. أتعرفون، أنا على ثقة أن زيارتنا الآن وإجراء اللجنة الدولية بين حكومات روسيا ومصر عام 2015 هي خطوات تجاه التقارب في حل مسائلنا. Ну и сегодня вот безопасность, стабилизация. الأمن والاستقرار اليوم يجعلون أن ننظر إلى مصر كساحة جيدة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة بجوار قناة السويس. أعتقد أنها ساحة ذات مستوى عالمي بحكم موقعها الجغرافي، حيث يجد رجال أعمال الروس فرصتهم ليس فقط لتوريدات المنتجات المتبادلة بما أنه أمر مهم، ولكن أيضا التكامل العميق. Российский бизнес тоже мог по себе проявить. Много не только взаимные. جذب مستثمري روسيا إلى بلدكم وجذب مستثمري مصر إلى بلدنا، حيث لدينا العديد من ساحات التكنولوجيا الحديثة وظروف جيدة، ونحن على الاستعداد للدعم. Привлечение инвесторов из Египта в нашу страну. Мы тоже имеем много инновационных площадок с хорошими условиями и готовы поддерживать. كيف نجذب المستثمرين إلى تاتارستان؟ Ну, во-первых, вот я могу сказать, что у нас две особые экономические зоны: одна производство, вторая техническая, внедренческая. То есть одна. أولا يمكنني أن أقول أن لدينا منطقتين اقتصاديتين خاصتين، واحدة إنتاجية والثانية فنية. أي واحدة خاصة بمنتجات البرنامج BIT والتكنولوجيا العالية، والثانية ساحة صناعية يعمل بها 27 مصنعاً، وهناك النظام الضريبي والتسهيلات والدخول على البنية التحتية، بالإضافة إلى 4 ساحات: التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية. أي يوجد في تاتارستان إمكانيات كثيرة، وكذلك سوف ننظر في إمكانيات العروض، ونحن حاضرون هنا، مصانعنا، أعمالنا. مصر ليس فقط 100 مليون، ولكن العالم العربي ككل. ومصر لديها تجارة حرة، بالإضافة إلى أنها تملك ممرا من أهم الممرات النقلية، أقصد قناة السويس. один из важнейших транспортных коридоров мира. Суэцкий канал. قناة السويس. Поэтому мы ونريد أن نستغل جميع هذه الإمكانيات. Отлично. По этому поводу хотел спросить вас. تمام. في هذا الإطار أود أن أسأل سيادتكم عن القمة الاقتصادية الدولية التي تحتضنها قازان منذ عام 2009. Да, мы проводим Казань саммит. Вот если взять первый экономический саммит. نعم، ننظم قمة قازان، والقمة الأولى حضرها 300 مشارك. أما العام الماضي بلغ عدد المشاركين 3000، يمثلون 50 دولة. بالنسبة لروسيا، حيث يعيش فوق 20 مليون مسلم، مهم جدا أن تكون لها صلة بالعالم الإسلامي، وهذه ساحة اقتصادية وأنشأناها من أجل جذب الأموال الإسلامية، البنوك، واليوم تم إعادة تشكيلها من أجل أسلوب حياة حلال، ليس فقط للأكل، ولكن أيضا للطب والسياحة والتعليم.
هذه ساحة حيث يتقابلون شخصيات لديهم اهتمامات مختلفة، ولكن 20 مليون مسلم في الحاجة إلى خدماتهم، بالإضافة إلى إمكانية زيارة بلدنا لعدد عملاق من المسلمين. روسيا بلد شيقة. أثناء المونديال حيث شاركت مصر كانت التعليقات إيجابية جدا، كانت التعليقات إيجابية جدا من أي مدينة. أجل، جيدة جدا، إيجابية. لبوم غوردي كدي проходил чемпионат только позитивное. بالنسبة لقمة قازان فأنا أدعو حضراتكم للعام القادم لكي يمكنك أن ترى بعينك مع مرور كل سنة يزيد الطلب على هذه الساحة. этой площадке она растёт. Обязательно. سوف نأتي بالتأكيد. Вот в вашей республике живут и мусульмане и في بلدكم يعيش تتر مسلمون وروس أرثوذكس وكاثوليك ويهود. ну короче много вот много разных конфессий. как татарский народ كيف استطاع شعبكم حماية نفسه من الصراعات الطائفية والعرقية؟ вот эти проявления и всякие межнациональные проблемы. вот вы совершенно правы. В нашей республике, по большому счету, живет 173 национальности. كلام حضراتكم صحيح تماما. في جمهوريتنا يعيش 173 قومية، ونحن ننظر باهتمام لهذه المسألة. أولا، لدينا مجلس شعوب الجمهورية، لديه مكاتبه ومثيلاته في مدن أخرى، حيث تتجمع الجاليات وتناقش مشاكلهم، ونحن نعمل معهم، وهناك برامج دعم خاصة. هذا أولا. وثانيا، نوفر ظروف لكل طائفة أو قومية أن تكون لها إمكانية إجراء نشاطاتها، منها قومية تشوباشي أو ديمترية أرية، وهذه المسألة ناقشناها اليوم مع السيد الرئيس. ماريسكي и я этот вопрос мы тоже сегодня с уважаемым президентом обсуждали. سيادتكم قلت له. нет, он мне сказал, что мы, говорит, очень внимательно смотрим, хотя 90%. لا, هو قال لي, ننظر بانتباه شديد للأمر, بالرغم أن 90% من السكان هم مسلمون, ولدينا 10% أقباط فقط, يهمنا أمرهم واحتياجاتهم. ونشارك في أعيادهم حتى هذه المسائل مهمة للغاية من أجل عدم حدوث توتر. لا يمكن أحد أن يسود على الآخر, وهذا هو مبدأنا في كل الأوقات. عندنا في كريملين قازان, وهو من قائمة آثار يونسكو, يوجد على بعد 200 متر فقط عن بعض مسجد وكنيسة, ومثلها كثير. объект, который в списке исторического ЮНЕСКО. كثير. 200 метров стоит православный собор, мечеть стоит. قررنا بناء أكاديمية فولجا الإسلامية كمركز تعليمي, وفي نفس الوقت قررنا إعادة بناء كنيسة أيقونة السيدة مريم في مدينة قازان, ونحن ننظر إلى هذه المسائل دائما بانتباه شديد. أنتم تجنبتم المشاكل التي ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أتذكر أنني كنت أعيش في روسيا في أوائل التسعينات, حينئذ حصلت يعني حربان في الشيشان. فكيف استطعتم أن تتجنبوا مثل هذه المشاكل؟ Я считаю, что это был период хаоса. أعتقد أنها كانت فترة فوضى وفترة الانهيار الاقتصادي, فترة إتمام عملية الخصخصة. وفي رأيي أن هناك كان يرأس جمهوريتنا رئيس حكيم السيد شايميف, وأجرى الإصلاحات بشكل موزون ومتتابع, وهذه الإصلاحات كانت مختلفة عن الإصلاحات في روسيا. حتى هناك كانت محاولات باتهامنا بالانفصالية, ولكن هذا ليس له أي أساس. هناك شكل الخصخصة الاقتصادية الخاص ومسائل أخرى, من ضمنها مسائل التشريع في روسيا الاتحادية وجمهورية تترستان. حينئذ
تم توقيع اتفاقيات وعقود، وفضلا لحلول موزونة لرئاسة روسيا ورئاسة تترستان تحت قيادة السيد شايميف، تمكنا أن نعبر هذه الفترة دون تعقيدات، وكذلك حصلنا على أرضية اقتصادية آمنة أتاحت لنا فرصة ليس فقط أن نحافظ على إقليمنا ولكن أيضا أن نطوره. للأسف الأحداث التي وقعت في شيشان حصلت بسبب عدم وجود رئيس مثل رئيسنا، فعندما أتى أحمد قاديروف استطاع أن يبني علاقات مع المركز الفيدرالي، وابنه رمضان كاديروف يحقق عمل موزون. من المفهوم أن هناك محاولات ذبذبات، ولكنني أستطيع أن أقول أنه مسؤول عن شعبه، عن عمله، وأصبح شيشان اليوم إحدى الكيانات المتقدمة لبلدنا. أجل، منذ عامين زرت شيشان وأجريت حوارا مع السيد رمضان كاديروف، ورأيت بعيني أنها جمهورية مختلفة تماما، مختلفة 100% عن الجمهورية التي رأيتها منذ زمن. أتعرفون، رأيت هذا ليس فقط بمدينة غروزني ولكن في مدن أخرى كثيرة، إنني أزورها كثيرا لأن علاقتنا مع رمضان قاديروف جيدة جدا، وهم يعمرون الآن وهو يعمل بنفسه ويجعل الناس بجانبه أن يعملوا أيضا. ربما هو ما زال شاب ويعبر عن رأيه بطريقة مباشرة جدا، ولكنه إنسان مخلص لا يمكنه السكوت ويقول ما يظنه. بالفعل هو رئيس موهوب جدا. الحمد لله أن هذه التأثيرات السلبية للفترة المذكورة لم تحدث في تترستان، أقصد لم يحدث فوضى في جمهوريتكم، أليس كذلك؟ كان وقت معقد، حينئذ كنت أعمل في البلدية وبعد ذلك تم نقلي إلى الحكومة، ويجب أن أقول مرة أخرى أن السيد شايميف الذي حكم الجمهورية في الفترة السابقة كان لديه خبرة جيدة اقتصادية وسياسية، ولذلك قرارته كانت موزونة جدا من حيث خبرته وسمعته. والمركز الفيدرالي حينئذ كان يمثله الرئيس يلتسين وبعده السيد بوتين، دائما كانوا يضعون في اعتبارهم رأيه، وأعتقد أنه بفضل هذا الموقف الموزون تمكننا أن نتجنب الفترة المعقدة، وكذلك حصلت جمهوريتنا على دافع قوي. Не только избежали, наша республика получила хороший толчок для дальнейшего развития. Недавно господин Путин, когда посещал Ставрополь. السيد بوتين أثناء زيارته إلى إقليم ستافروبلسكي كراي قابل الناس الذين يزرعون التفاح، وقال إن محصولهم جدير باستضافة ضيفنا من مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فمن المنتظر أن يذوق الرئيس تفاح إقليم ستافروبلسكي. لو كان زار قازان بماذا كنتم تضيفون؟ яблоки в Ставрополь. Если бы он был в Казани, чем вы бы угостили его? Знаете, я сегодня попросил уважаемого президента. أتعرف اليوم طلبت من السيد الرئيس وهو يزور روسيا كثيرا أن يخصص من وقته في الزيارات المستقبلية أن يزورنا، وهو قال نعم سوف أزوركم حتما. أتعرف بلدنا مختلفة بنوعها عن روسيا، عندنا مطابخ مختلفة مثل المطبخ التتري مختلف عن المطبخ الروسي تماما، ليس أقصد أن المطبخ الروسي سيء، نحن نحبه، ولكن لدينا أيضا أكلات من الممكن أن نستضيف بها ضيوفنا مثل زورابالش، وهي عبارة عن فطير نخبزه مخصوص، ولدينا أوتوش بوشماك أي المثلثات، لدينا بيراميتش وجوباديا والكثير والكثير. هل كلها أكلات من لحوم؟ هناك أكلات من اللحوم والحلويات، كل شيء سيكون على ما يرام. أعتقد سوف نستطيع أن نقدم جمهوريتنا على أكمل وجه للسيد الرئيس، أهم شيء أن يجد وقتا للزيارة. أظن أنه سوف يأتي.
وسؤالي الأخير سيد الرئيس، ما هي رسالتكم للشعب المصري؟ знаете, вот я должен сказать, что традиции, история. أتعرف يجب علي أن أقول أنه من خلال التقاليد وتاريخ شعوبنا كما قلت من قبل، لغتنا وديننا، نحن ننفعل ونتأثر عندما يمر إخواتنا بأوقات سيئة. في تاريخ بلدكم توجد فترات معقدة، وبحمد الله تعالى وجدت هذه المشاكل حلولها. نحن نريد مصر أن تزدهر، فكما أخبرنا التاريخ كانت مصر مركزا للحضارة وما زالت في موقعها، ولديكم إمكانيات رهيبة. أنا على ثقة أن بلدكم سوف تزدهر قريبا، لديكم ديموغرافية إيجابية وشعبكم شاب وموهوب. نتمنى أن نسمع دوما أن إخواتنا يعيشون في السلام والتوافق وأحوالهم جيدة. أتمنى لكم التوفيق والصحة والنجاح. Мы хотели бы, чтобы мы всегда слышали, что наши братья живут в мире согласия, и у них все хорошо. Им развитие, здоровье и успехов. Спасибо вам, вам также, вашему народу, братскому народу. شكرا لسيادتكم ولكم ولشعبكم الشعب الشقيق. المزيد من الأمنيات المخلصة باسم شعبنا. ننتظركم مرة أخرى في القاهرة وشرم الشيخ. يسعدنا زيارتكم للبحر الأحمر والبحر المتوسط، ولدينا من الأماكن الجميلة كثيرا سوف تزورها حتما. سوف تأتي بالتأكيد، وبالطبع ننتظركم لدينا بالتأكيد. مثلا في إبريل القادم أثناء قمة قازان الاقتصادية تستطيعون أن تأتوا أي وقت آخر، أنت صحفي. شكرا جزيلا. يمكنكم المجيء في أي وقت ولأي سبب. بالتأكيد. شكرا جزيلا لسيادة رئيس جمهورية تترستان رستام مينيا خانوف. أعزائي المشاهدين، بكده تنتهي هذه الحلقة الخاصة اللي نصها كان من موسكو والنصف الآخر من القاهرة، حيث أجرينا حوار مع رئيس جمهورية تترستان الروسية. نواصل تغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، وغدا يوم جديد وتغطية متواصلة بإذن الله. تصبحوا على خير.